أولا هذه طبعا مسؤولية الشعب العراقي وليست مسؤولية واشنطن أو الشعب الأمريكي، وهذا أنا أعتقد ينبغي على الشعب العراقي الخيارات المناسبة لهم، وليس هناك أي ضغط من قبل واشنطن بالنسبة للانتخابات العراقية المقبلة. هناك توقعات طبعا، وهناك شعور أنا أعتقد في أمريكا بالنسبة لاحتمال نجاح القوات المعتدلة في العراق، وأنا لا أقول شخصيا أو حزبيا، أنا أقول إيديولوجيا، المعنى أنه القوات العراقية التي تريد الاستقلال والاستقرار في العراق وفي المنطقة، ونوع من توازن بين القوات في الخارج المجاورة للعراق أو خارج المنطقة التي متورطة بالشؤون العراقية بشكل أو بآخر. المعنى أنه طبعاً أمريكا تريد قدرة العراق لتقرير المصير بدون سيطرة من الخارج من أي طرف، ولذلك نحن أو أنا شخصيا أنا لست ممثل الإدارة الأمريكية أو الموقف الرسمي الأمريكي الآن كما كان كنت في الماضي، لكن أنا شخصيا أنا أقيم أنه في الفترة الأخيرة نحن كنا نرى تقدم عراقي جيد بالنسبة لهذا التوازن بين القوات في الخارج والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية في الداخل العراق. وأنا أتمنى أنه نحن سوف نرى بعد الانتخابات استمرار في هذا السبيل من أجل التقدم العراقي ومن أجل الصداقة الأمريكية العراقية في المستقبل.